السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بالله، أحباب الله، موضوع هذه الحلقة عن المهد المنتظر، وعنوان الحلقة كشف الأسرار عن أصحاب الكهف والرقيم ووجه الكتاب والحق المبين. عنوان غريب، وإن شاء الله راح أترك إياه بالحجة الدامغة من كتاب الله أنه أمور مخفية والله سبحانه وتعالى فتحها علي من دراسة القرآن الكريم. كما عودتكم أحباب الله، المهد المنتظر فقط رجل من الأنظار، ما عندي غرض ولا عدد سوء الظن فيه، كفاني ما كفاني من كثر سوء الظن. عشان أحباب الله بدي أبين لكم الدلائل والحجة الدامغة اللي بحكي من كتاب الله، أو اللي عنده حجة تثبت خطأي أنا مستعد أتراجع، بس بالأدب وبش بالمجادلات والكتابة، لا، ينزل شريط يبين الحجة. الله لقول سمعت وطعت، لأنه ما في عنده وقت أنا أرد على فلان وعلان. قلت علي أحباب الله، وأنا والله ما إلي هدف من وراء الأشرطة اللي بنزلها إلا حب الخير لأخواني وأخواتي المؤمنات والمسلمات والمسلمين والمؤمنين، وما بدي لا أجر إلا ابتغاء وجه ربي سبحانه وتعالى. عشان خلينا نبلش الحلقة، بنبلش على سورة الكهف من آية 1. قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طيب، ما هو الكتاب المقصود من القرآن، وكيف سيكون هناك فقط فسطاطين؟ يعني إيش الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا؟ هسا القرآن الكريم كما نزلت أشرطة أخرى فيه كتب قيمة من الكتب، يعني ما أقول لك الكتاب، في عندك القرآن الكريم هو الجامع لكل إيش الأسماء، فيه كتب قيمة بنعرف شو الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. ليش قيما؟ لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. يعني في الكتاب هذا فيه إيش قيمة؟ لينذر بأسا شديد من لدنه، يعني إنذار، ويبشر المؤمنين، فيها بشرى للمؤمنين. طيب، احنا عسل نرجي عليهم الآيات، بس ايش خلينا نجي انه ايش هنا في طرفين، طرف ينذر بأسا شديدا من لدنه، والطرف الآخر يبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. طيب أحباب بالله، بنفهم شو الكتاب المقصود. سورة الفرقان 1، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني المقصود في الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، المقصود تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. يعني الفرقان هو الذي يفرق بين الحق والباطل. هذا الكتاب لأن هناك إيش في إنذار وفي بشرى في إيش سورة الكهف. بس نيجي هنا على سورة البقرة 256، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، لا إكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. لا إكراه في الدين، قد تبين الرجل من الغي، يعني في رشد وفي غي. فمن يكفر بالطاغوت، في كفر بالطاغوت وفي إيش إيمان بالله، يعني إيش طرفين، يعني اللي بيؤمن بالطاغوت بكون كفر بالله، أما اللي بيؤمن بالله يكون استمسك بالعروة الوثقى، عشان يخلق إكراه في الدين. بنيجي على إيش الطاغوت، قلت لكم هون الإكراه في الدين قد تبين الرجل من الغي، وحط رب العالمين فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. إذا في طاغوت وفي الله سبحانه وتعالى. بسورة البقرة 257، قال تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يعني في عندك طرفين،
الله ولي الذين آمنوا. كل واحد آمن بالله الله سبحانه وتعالى يخرجه من الظلمات إلى النور. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. وتلك الآية اللي قبلها لا يكره في الدين قد تبين الرجل من الغي. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله. هذه الآية اللي بعديها مباشرة هذه سورة البقرة 256 هي 257. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات، أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. طرفين، طرف يؤمن بالله وطرف يؤمن بالطاغوت. سورة النساء 76 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت. يعني في المؤمنين بقاتلوا بس في سبيل الله لجعل كلمة الله العليا، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت ليجعلوا كلمة الشيطان والطاغوت هي العليا. والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت فقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا. طب شو معنى الطاغوت عشان نفهم إحنا؟ سورة طه 24 قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: اذهب إلى فرعون إنه طغى. طغى أستعلم أقول لك تصف الإنسان يعني سوى أشياء في الزيادة بالظلم يقول هذا طاغي. أما عن الملك نفسه يقول هذا طغى، عمله طغى. عشان يقول لك الله سبحانه وتعالى قال لسيدنا موسى عليه السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى. هسا أصل طاغوت من كلمة طغى، وطغى صفة للطاغي. مين الطاغي؟ هو الحاكم المتجبر اللي يأمر بعكس ما إيش أمر رب العالمين. عشان يا أخي وصف فرعون أنه طغى، إذا الطاغوت شو؟ هما جمع الطاغي من الحكام الظالمين اللي ما بخافوا رب العالمين. أي واحد يقاتل في سبيل الطاغوت بكون ولي للشيطان، وأي واحد بقاتل في سبيل الله بكون إيش؟ ولي لله سبحانه وتعالى. عشان هيك كل اللي رايحين يتحاسبوا يوم القيامة هو الطاغي زي فرعون يعني المتجبر من الحكام اللي بيخالفوا أوامر رب العالمين، وهامان اللي هم الوزراء والمسؤولين وجنوده، كل الجنود اللي بنفذوا الأوامر هذول كلياتهم إيش؟ في نار جهنم خالدون. ليش؟ لأنهم الذين آمنوا يقاتلون في سبيل الله، والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت، فقاتلوا أولياء الشيطان لأنهم أولياء للشيطان. المؤمنين أولياء لله. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. إمتى يكون كيد الشيطان قوي؟ لما يكونوا إيش المؤمنين ساكتين على الحق. فهون يا أحباب بالله في وصايا من رب العالمين، بس الموضوع مش هو موضوعنا. إن شاء الله حلقة من الحلقات ببعيكم شو علينا نفعله إحنا كمسلمين في عصر الطغاة، عصر الفراعنة الموجودين إحنا فيه، شو لازم نعمل؟ لأنه سبحان الله اذهب إلى فرعون إنه طغى. طيب نرجع على إيش الموضوع نفسه. الحمد لله الذي أنزل على عبد الكتاب ولم يجعل له عوجا. يعني عرفنا الكتاب اللي هو الفرقان، الكتاب الذي يفرق بين الحق والباطل. طيب نيجي نكمل: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا ماكثين فيه أبدا. قيما لينذر بأسا شديدا، ينذر مين؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. من هم الذين قالوا إن الله اتخذ ولدا؟ وكم كبرت الكلمة؟ يعني قديش شو معنى كبرت كلمة تخرج من أفواههم؟ وكيف؟ بنرجع سورة مريم من 88 وبننزل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم: وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. هسا الآية هو قلت لكم ايش؟ وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا.
سورة 88 قال وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدا وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. يعني أحبابي بالله إذا بنرجع للآية قيما لينذر بأسا شديد من لدنه واشتر المؤمنين الذين يعملون الصالحات لهم أجر حسنة مكرهين فيه أبدا وينذر الذين قال اتخذ الله ولدا. مين هم هذول الناس؟ لأنه قديش الكلمة كبيرة اللي هم النصارى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ما لهم إيش بقول لك؟ وينذر الذين قال اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون لكذبة. قديش كبرها هاي عند الله؟ وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا أن دعوا للرحمن ولدا. الناس مستهينين فيها هاي الكلمة مستهينين فيها وبقول لك سبحان الله وبقول لك الآيات هي حصلت وتحصل من زمن سيدنا محمد عليه الصلاة والله يا أحبابي بالله غير شوفوا العجب اصبروا أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا الملائكة والأنبياء والمرسلين والصحابة والصالحين والشهداء والكافرين والشياطين والجن وإبليس وكل المخلوقات الله إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا مش بس هيك لقد أحصاهم وعدهم عدا بالعدد وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. طيب ما الذي سيحصل لهم إن لم ينتهوا بعد الإنذار ومن هو الذي سينذرهم ومن هو المنذر اللي راح ينذرهم؟ يا أخي بقول لك سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام يا أخي نزل القرآن على سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بس القرآن منزل علينا كلياتنا رحمة للعالمين نازل على البشرية وعلى الإنس والجن. افهموا يا ناس افهموا اتدبروا آيات الله وشوفوا انه في واحد راح ينذرهم وبوقته راح يحصل اللي انا قاعد بوجه كلياتنا. ما الذي سيحصل لهم ان لم ينتهوا بعد ما يأتي هذا النذير؟ من سورة 44 سورة النساء وبنزل قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا وأسمع غير مسمع وراعنا ليهم بألسنتهم وطعنا في الدين ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خير لهم وأقوم ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. يا أيها الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعن أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. إن الله لا يخفو أن يشرك به ويخفو ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. فهمت علي أحباب الله؟ عندما يأتي هذا النذير وبيبين للناس ألم ترى إلى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله وليا وكفى بالله نصيرا. مين هذول الأعداء؟ مين الذين هادوا؟ يعني اليهود يحرفون الكلمة عن مواضعه
حرفوا التوراة وحرفوا الإنجيل وبدهم يحرفوا إيش ديانتنا. القرآن ما بقدروا يحرفوا فحرفوا أمور أخرى مشان يظلون على الطريق. والناس معميين وبطلوا إيش يدبروا كتاب الله هجروه. عشان هيك من الذين هادوا يحرفون الكلمة عن مواضعه ويقولون سمعنا وعصينا واسمع غير مسمع وراعنا ليئا بألسنتهم وطعنا في الدين. ولو أنهم قالوا سمعنا وأطعنا واسمع وانظرنا لكان خيرا لهم وأقوم، ولكن لعنهم الله بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا. هسا إيش بيجي بعدين يقول لهم الخطاب لهم يا الذين أوتوا الكتاب آمنوا بما نزلنا مصدقا لما معكم من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. يعني هذول يجي المنذر ينظر النصارى واليهود يآمنوا في الكتاب اللي نزل اللي هو القرآن الكريم ويثبت لهم دجلهم وكذبهم. كثير منهم رايح الله يطمس على وجهه ويرد على دبره كما في حديث المهدي أنه الجيش الخسف اثنين الله سبحانه وتعالى بطمس على وجوههم وبيخلي وجهه في دبره. والنصارى واليهود راح يصير فيهم هيك إذا ما بيآمنوا. عشان هيك من قبل أن نطمس وجوها فنردها على أدبارها أو نلعنهم كما لعنا أصحاب السبت وكان أمر الله مفعولا. ليش؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به. هم أشركوا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما. هذا شرك واضح، الشرك الأعظم مش الشرك الأصغر، في فرق. هسا بنجي على إيش؟ فلعلك باخ عن نفسك، نرجع لصورة الكهف، فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من هو الذي باخ عن نفسه؟ هو المقصود بهذا القول؟ هل هذه سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام؟ يا الله قديش في ناس بتحدوني وبعادوني وبتقولهم والله غير إيش؟ في منهم قال والله غير نقطعك قطعوني إذا بطلع فيديكو. فهمت علي؟ أنا ما بحكي للحق وهي القرآن أمامكم، تدبروا وادرسوا أحباب الله، خذوا الآيات. فلعلك باخ عن نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. من هو الذي باخ عن نفسه؟ وما المقصود بهذا القول؟ سورة الشعراء من أي واحد بننزل. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم طاسين ميم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باخ عن نفسك لا يكون مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية